احنا كلنا ما شفنا اي عمل سياسي ولا شفنا مجموعه سياسيه مشت لاي اقليم أو اي ولايه وجلست مع الناس هناك وتفاخرت معهم وتحاورت معهم في مشاكلهم في اختيار مرشحين للمجلس التنفيذي في اختيار مرشحين للولاء. ما شفنا الكلام ده. كل الامور كانت تدار من هنا من الخرطوم. في بقيه السودان كان ما عنده اي مشاركه في اي قرارات تتخذ. كل الامور تدار من العاصمه من هنا، تدير احزاب معينه، احزاب محدده، نحن كلنا نؤمن بان هذه الاحزاب التي كانت تعمل لاجل مصلحتها الشخصيه وليست لديها اي مصلحه في بقيه السودان. نحن الكلام اللي عملناه ده ما نحن ما قدرنا نقول نحن والله نحن برانا بنقدر نبني السودان، نحن برانا لن نستطيع ان نبني هذا السودان ولن نستطيع ان نكمل الفتره الانتقاليه لوحدنا. نحن حتى اليوم بنفتكر ان المشاركه الشعبية والمشاركة الوطنية في بناء السودان هم كل أنا ما داري أشرح أنه الخطاب طلع في وشنو كلكم سمعتوه، لكن أنا أؤكد تماماً أننا مصممين نحن الكلام اللي قلناه في هذا الخطاب سيتم تنفيذه حسب ما ورد من جداله. نحن الآن اليوم أو غداً ستستكمل المحكمة الدستورية مجلس القضاء العالي ومجلس النيابة. ديل كانوا وقفات لانه كان في نزاع في المرشحين. رئيس القضاء منو يجي؟ كل زول داير يجيب زول حقه. في رئيس قضاء بيعملوا له معاينه، انت تعملوا رئيس قضاء ممكن تجيبه تقعد تسمع وتستجوبه تقول له يا اخي انت ما معناه انت داير تفرض عليه رؤيتك ولا داير تستميل ولا داير توريه وانا جبتك. في نهايه ما بيجي الاجهزه العدليه لا تدار بمثل هذه الصوره. كنا شفنا القضاه يهددوا يفصلوا تنزع منهم حتى الشرعيه حقت لذلك نحن حريصين بأن هذه الأمور أو هذه الأجهزة العدلية يجب أن تنأى كاملا من الممارسة السياسية. أجهزة مستقلة في العالم كله، الأجهزة دي مستقلة ونحن نحرص على أنها تظل مستقلة. سنستكمل هذا في غضون هذا الأسبوع بالكثير يمكن نهاية الشهر. نحن التزمنا بأنه يقوم مجلس القضاء العالي، يقوم مجلس النيابة، تشكل المحكمة الدستورية بواسطة القانون، ما في زول بيشكلها ولا في زول بيتدخل فيها كما ورد في قوانين هذه. المجلس التشريعي سنحرص أن يقوم ومن شباب الثورة. نحن عندنا عدد ليس بالسهل من ليان المقاومة من المستغلين. نحن بنعتمد عليهم في تشكيل المجلس التشريعي، نحن بنفتكر أنه مهم وضروري. المجلس التشريعي قوة سياسية فشلت في أنها تشكله لأنها أصلاً ما وصلت لوفاق. منو اللي بيمثل كردفان؟ منو اللي بيشيل سته؟ منو اللي بيمثل دارفور؟ منو اللي بيشيل خمسه؟ وكان النزاع ده ما حينتهي لغايه الفتره الانتقاليه ما تنتهي، ما في زول بيقدر يشكل مجلس تشريعي، احنا حنشكل المجلس التشريعي من المستغلين، شباب المستغلين اللي هم همهم انه البلد ما عندهم ولاءات، ما عندهم اتجاهات بيخدموه، دارين يخدموا السودان، ودارين يخدموا البلد، عندنا معاهم اتصالات، وعندنا معاهم تواصل، ونفتكر انه هم ديل فعلا شايلين هم البلد، وما قاعد يتكلموا عن احزاب ولا فئات. وهمهم انهم دارين يحققوا الانتقال ده انتقال حقيقي لحكومه مدنيه، كلنا نحن دارين نحقق هذا الانتقال، نشوف حكومه مدنيه انتخاب الشعب السوداني تجلس ونحن القوات المسلحه تتفرغ لعملها تتفرغ لواجباتها وما يكون قادتها مشغولين باي هم سياسي ولا باي امر يمكن ان يثنيهم عن اداء واجباتهم.